لقد شكلت قضية الصحراء المغربية محورا أساسيا في المسار السياسي والنضالي للفقيد عبد الرحيم بوعبيد، وشكل التزامه النضالي والوطني الصارم من أجل استكمال الوحدة الترابية لبلادنا امتدادا طبيعيا لمساره النضالي ولكفاحه الوطني من أجل تحرير الوطن وتوحيد البلاد. وأعتبر شخصيا أن مجموعة من مواقف عبد الرحيم بوعبيد في مجموعة من القضايا الوطنية وعلى رأسهم قضية الوحدة الترابية تعد مرجعا للحاضر والمستقبل، لكونها نابعة من وعي ورؤية استراتيجية توازن بين القانوني والسياسي والوطني والاقتصادي والحقوقي كذلك، وهو للأسف ما يغيب اليوم في الشأن السياسي وفي الشأن النضالي من أجل استكمال الوحدة الترابية. ومن هذه المواقف التي اليوم تسائلنا جميعا وتسائلنا أنا شخصيا كشاب قادم من الأقاليم الجنوبية، موقف أو كلمة لعبد الرحيم بوعبيد سنة 1976 وهي اليوم موجودة في خلفية وراءنا، عندما يقول عبد الرحيم بوعبيد: يجب التفكير منذ الآن في نوع من اللامركزية الواسعة في الصحراء تمكن السكان الصحراويون من الاقتناع بأنهم يمارسون بكل اطمئنان صنع مستقبلهم كجزء لا يتجزأ من الشعب المغربي. وهنا اليوم أقول وكأن ما عبد الرحيم بوعبيد يتحدث عن المبادرة المغربية التي اقترحها المغرب منذ تقريبا على بعد شهرين، سوف في أبريل القادم سوف تمر 15 سنة للمبادرة التي اقترحتها بلادنا من أجل التفاوض لمنح الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية حكما ذاتي. هذا الحكم الذاتي على امتداد هذه 15 سنة حصل على واحد الإشادة في مساره الدبلوماسي، إشادة مجموعة من الدول، ووصف بأنه واقعي وجدي ويبين جدية المغرب في الوصول إلى حل سياسي متوافق بشأنه. هذا المسار الدبلوماسي الجيد والمجهود كذلك التنموي اللي قامت به بلادنا يشكل حافزا كبير، أعتقد شخصيا بأنه يشكل حافزا كبير للاشتغال على مبادرة الحكم الذاتي من أجل إغنائها، لأن التطبيق السليم ونجاح هذه المبادرة يفترض طرحها للنقاش، نقاش واسع يشترك جميع الصحراويين من أجل إغناء شروط تطبيقه وإنضاجه والتوافق على ميكانيزمات وآليات ترسيخه من أجل نقله من الخطاب إلى الفعل وتحويله من مبادئ وقيم وأهداف إلى ممارسة عملية وديمقراطية. لكنني أعتقد شخصيا بأن التوجه للمستقبل يجب أن يخلخل وأن يغير مجموعة من الأشياء، وعلى رأسهم المنطق القبلي الذي لازال اليوم واحدا من محددات الشأن السياسي بالأقاليم الجنوبية. اليوم تحولات كبيرة وقعت في الأقاليم الجنوبية، أجيال جديدة من الشباب التي اليوم لم تعد تعطي أهمية لهذا المنطق القبلي. أعتقد بأنه التوجه للمستقبل وإنجاح شروط نجاح الحكم الذاتي يتطلب اليوم التحول من هذا المنطق القبلي إلى منطق كوني أساسه المواطنة، أساسه المواطنة ولا يقصي أي تركيبة وأي جيل من الأجيال التي
توجد الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار قررت مؤسسة عبد الرحيم أبو عبيد فتح نقاش حول مستقبل الحل السياسي بمشاركة مجموعة من الأساتذة. سوف نبدأ أولاً مع الأستاذ محمد أشعري رئيس مؤسسة عبد الرحيم أبو عبيد، بعد ذلك سوف نتوجه لإعطاء الكلمة لتجربتين سياسيتين جد مهمتين، تجربة الأستاذ عبد الرحيم بوعيدة بصفته رئيس سابق لمجلس جهة قنوي مواد نون، وتجربة كذلك الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح الذي مر بتجربة بتندوف ومسار فيه ما هو سياسي وفيه كذلك ما هو عسكري، وصولا إلى عودته إلى الوطن وتجربته في 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 في, في النضال الديمقراطي. بعد ذلك سوف نتوجه للأستاذ جلال العدناني وليقدم لنا، والأستاذ المرجع كذلك في تاريخ القضية الوطنية يقدم لنا مقاربة تاريخية في الموضوع. أعطي الكلمة للأستاذ محمد أشعري، تفضل. للتذكير فقط أستاذ 15 دقيقة لكل متدخل، بعد ذلك سوف أعطي 5 دقائق للتفاعل، تفضل. شكرا. أبدأ أولا بتحية كل الإخوة الذين قابلوا المساهمة في هذا اللقاء، وبالتأكيد سنستفيد كثيرا من تحليلهم ومن آرائهم في هذا الموضوع. يجدر بنا ونحن نحتفي بالذكرى 30 لوفاة المرحوم عبد الرحيم أبو عبيد أن نتذكر تلك الحيوية البالغة التي كان يمارس بها قناعاته ونضالاته من أجل الوحدة الترابية للمغرب، ومن أجل استعادة كل جزء بتره الاستعمار من التراب الوطني. إنها حيوية وطنية ترجع بالأساس إلى اعتقاده الراسخ بأن تحرير الصحراء المغربية من براثن الاستعمار لم يكن وليد الحاضر فحسب، بل تدرج من المقاومة التاريخية للغزو الاستعماري قبل عقد الحماية وبعده، وامتد عبر المقاومة التي خاضها جيش التحرير لتخليص المنطقة من القبضة الاستعمارية، وانتهى بالمسيرة الخضراء والتفاوض مع المحتل الإسباني على تصفية الاستعمار في الصحراء. لقد كان عبد الرحيم أبو عبيد يعتبر أن التقسيم الاستعماري للمغرب هو الذي فرض علينا التفاوض في مراحل مختلفة ومع قوات احتلال مختلفة على استكمال الوحدة الترابية للبلاد، وأن المغرب بتفاوضه المتأخر مع إسبانيا لم يفعل على حد تعبيره سوى أن استلم مفاتيح جزء من التراب الوطني الذي تحتله إسبانيا. لذلك فقد تمت بهذا التفاوض تصفية الاستعمار في الجزء الذي كانت تحتله إسبانيا غداة التقسيم الاستعماري للمغرب. وأخيرا فإن تلك الحيوية الوطنية التي كان يخوض بها عبد الرحيم أبو عبيد هذه المعركة لم تكن لتحجب عنه مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى تتعلق بضرورة الربط بين تصفية الاستعمار التي قام بها المغرب في جزء من ترابه الوطني وبين التشبث ببناء المغرب العربي كأفق لتذويب الخلافات الترابية والسياسية ضمن مشروع كبير تلعب فيه المناطق الصحراوية كلها، سواء تلك التي تقع ضمن السيادة المغربية أو ضمن السيادة الجزائرية، دورة قاطرة تنموية وتضامنية لبناء المغرب الكبير. وفي هذا الصدد لم يتردد عبد الرحيم أبو عبيد في عز الأزمة التي افتعلها حكام الجزائر في التأكيد على أن القتال الأخوي بين الجزائر والمغرب ليس حتمياً ولا مقدراً، وأنه فيما لو حصل فلن يكون هناك أي منتصر، بل فقط مهزومون وتقتيل وخراب. والمسألة الثانية تتعلق بالربط بين ممارسة المغرب
لسيادته على كافة ترابه وضمنه مناطق الصحراء المغربية المسترجعة، وبين المشروع الديمقراطي ككل بما يعنيه من إصلاحات سياسية وانتخابات نزيهة ومؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية ولا مركزية تأخذ بعين الاعتبار وحدة الأمة وتعدديتنا الثقافية والتاريخية والمجالية. إن ممارسة السيادة الوطنية على صحرائنا المسترجعة تقتضي أن لا نكتفي باقتراح مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي لهذه الأزمة المفتعلة، فقد مرت إلى اليوم كما أشار إلى ذلك السحمد حوالي 15 سنة على إطلاق هذا الاقتراح، وإلى اليوم ما زال سجيناً للعراقيل الموضوعة أمامه والاختناق الحوار حوله مع الأطراف الأخرى. إذن يجب أن لا نكتفي باقتراح مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي لهذه الأزمة المفتعلة وكأفق بديل للانفصال الذي كان منطلقه، يجب أن لا ننسى ذلك، مشروع استعماري والذي يشكل اليوم تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، بل أن نذهب إلى أبعد من ذلك بجعل هذا المشروع، مشروع الحكم الذاتي، حياةً ملموسة على أرض الواقع عبر مسار تدرجي تحاوري واقعي ومرتبط بحوار وطني واسع. إننا ندرك بأن بلورة هذا الحل تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى حوار واسع وعميق، ولكن بلورة هذا الحل من شأنها أن تخلق في الصحراء المغربية واقعاً سياسياً جديداً تنتظم في إطاره البنيات السياسية والاقتصادية والثقافية للمنطقة وتنبثق من خلاله عناصر مواطنة جديدة قائمة على حرية الاختيار وعلى المسؤولية والمشاركة. إن الاشتغال على مقترح الحكم الذاتي هنا والآن لا يعني إنزاله بشكل فوقي، بل يعني كذلك وفي إطار ممارسة السيادة الوطنية تنظيم استشارات حول هذا الحل تقوم بها الدولة ذات السيادة فوق جزء من ترابها الوطني، ويساهم فيه كل سكان الصحراء استناداً إلى حق الأرض وليس فقط إلى حق الدم. وتكون هذه الاستشارات المنسجمة تماماً مع ما ورد في الاقتراح المغربي وسيلة لإعطاء مواطنين في الصحراء المسترجعة مفاتيح جديدة لبناء ممارستهم الديمقراطية ولترسيخ وحدتهم الوطنية. لقد كان المغرب على حق عندما تعامل مع أقاليمه المسترجعة بمنطق السيادة في كل ما يتعلق بإعدادها المجالي والمؤسسي وبتنميتها الاقتصادية والبشرية، وعليه أن يتعامل بنفس المنطق فيما يخص حل الحكم الذاتي دون تأجيل ولا انتظار، منسجماً بذلك مع الروح التي أبانت عنها المواقف الدولية عندما اعتبرت المقترح المغربي مقترحاً جدياً وذا مصداقية. ليس هناك حل سياسي، والإخوة القادمون من الصحراء المسترجعة يعرفون ذلك جيداً، ليس هناك حل سياسي يمكنه أن يمحو كل ما ترسب منذ أزيد من 40 سنة في أرض الواقع أو في الأذهان والعقليات، سواء تعلق الأمر بأهلنا في الأقاليم الجنوبية المسترجعة أو بأهلنا في تندوف. وسيلزمنا وقت طويل وعمل وطني صادق للتغلب على جراح الماضي، ولكن علينا أن نعرف أنه كلما تأخرنا في إنجاز الحل السياسي كلما صعبنا على أنفسنا
هذا العمل الوطني الضروري. يجب إذن أن لا نعتبر الحل السياسي مجرد وصفة مصدرية لتدبير النزاع، بل أفقاً حقيقياً للخروج من مأزق النزاع. إننا نعرف أن النظام الجزائري يحتاج بطبيعته إلى استمرار النزاع وليس إلى حله بطرق سلمية وعقلانية، لأن هذا الحل سيسحب منه تلك الأساطير التي يبني بها استمراره خانقاً لانبثاق الدولة المدنية الديمقراطية في الجزائر. مثلما نعرف أن إخواننا في تندوف لن يحققوا وهم ذلك السراب وهم تحت القبضة الحديدية للنظام الجزائري، لن يحققوا وهم تحت القبضة الحديدية للنظام الجزائري أي استقلال وأي مصير حر، لأنهم حتى على افتراض حصولهم على السراب الذي يلوح لهم به هذا النظام، فإنهم لن يكون لهم بكل ما يدينون به لصناع هذه المأساة أي حظ في بناء كيان حر ومستقل. إن الإطار الوحيد الذي سيمكنهم فعلاً من تقرير مصيرهم هو أن يكونوا مواطنين أحراراً في وطن حر يحميهم ويكفل لهم مجالاً يمكنهم من ممارسة حقوقهم وقناعاتهم ضمن مؤسسات ديمقراطية معترف بها وطنياً ودولياً. على أن إنجاز هذا التحول التاريخي يقتضي أولاً أن نحرر كل الطاقات الوطنية على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع للقيام بكل المبادرات السياسية والثقافية لربح معركة الرأي العام الدولي لصالح الحل السياسي، كما يقتضي القيام بمصالحة عميقة في أقاليمنا الجنوبية، مصالحة على شاكلة ما قامت به هيئة الأنصاف والمصالحة، مصالحة تهم ممارسة الدولة وممارسة الانفصال، إذ بدون هذه المصالحة لا يمكن للصحراء المغربية أن تخرج من منطق النزاع وأن تطوي صفحة الماضي وتقدم على تاريخها الجديد. أشكركم على انتباهكم. شكراً أستاذ محمد الأشعري على مداخلتكم، وكذلك على احترامكم للوقت. مداخلتكم الغنية التي تقدمتم فيها، عرجتم فيها من مسار عبد الرحيم بوعبيد في قضية الصحراء وصولاً إلى الآفاق المستقبلية للحل السياسي للنزاع المفتعل ولتطور القضية الوطنية. أنتقل الآن إلى الأستاذ عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لمجلس جهة قنبي المهدنون. أستاذ عبد الرحيم، مررتم من تجربة سياسية مهمة في تدبيركم للشأن المحلي والجهوي بترأسكم لمجلس جهة قنبي المهدنون وفق في ظل التغيرات القانونية والتي أعطت صلاحيات كبيرة للمدبري الشأن الجهوي. انطلاقا من هذه التجربة أستاذ، والتي شكلت تمرين حقيقي، كيف ترون شروط أو آفاق إنضاج شروط تطبيق الحكم الذاتي، وكيف هي السبل كذلك لمشاركة جميع الصحراويين بدون تمييز في إنضاج هذا المشروع وتملكه والمشاركة فيه؟ من جهة أخرى أستاذ، وبصفتكم كذلك أحد النخب الصحراوية المغربية التي على دراية بالتركيبة المعقدة للنخب الصحراوية، كيف ترون مستقبل تجديد النخب بالصحراء أخذا بعين الاعتبار الأجيال الجديدة التي اليوم ترفض بشكل كبير للمنطق القبلي الذي يهيمن في مجموعة من المجالس المنتخبة؟ تفضل يا أستاذ. شكراً.
أولا شكرا مسير الأستاذ مسير الجلسة. قبل أن أبدأ لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد وإلى القائمين على هذه المؤسسة العتيدة التي أتشرف اليوم بالحضور داخلها للحوار والحديث حول قضايانا الوطنية. وأظن على أنه تواجدنا في هذه المؤسسة لا يمنعنا من البوح بأهمية الراحل عبد الرحيم بوعبيد، على اعتبار على أن يعني محاولة الحديث عن هذا الرجل في هذه المرحلة بالضبط يقتضي منا أن نستحضر أننا اليوم للأسف نعيش فراغا على مجموعة من المستويات، وعندما أقول فراغ على مستوى النخب السياسية من وزن الراحلة التي كانت قادرة على أن تقول وعلى أن ترفع اللاءات في وقت كان فيه يجب أن نقول لا. اليوم تساوت كل الأشياء وهن في زمن هان فيه كل شيء. ارتباطا بالموضوع الذي أو السؤال محور الموضوع، أقول على أنه من خلال تجربتي المتواضعة، وللأسف الشديد أن هذه التجربة ليست مغرية بشكل كبير حتى يمكن الحديث عنها، لأنها تجربة ذات شجون، وأعترف من داخل هذه المؤسسة على أنني لم أكن محظوظا وأنا أمارس هذا الشان الجهوي في مرحلة رفعت فيها الدولة شعار التغيير وشعار الجهوية وشعارات كبيرة وقوية جدا آمنا بها كنخب صحراوية وانخرطنا في تطبيقها على أرض الواقع. ولكن أظن على أن التطبيق شيء والواقع شيء، وما هو موجود في يعني دهاليز السياسة شيء آخر. من خلال هذه التجربة يمكن بشكل يعني متواضع ومختصر، وهذه التجربة بالنسبة لي كأكاديمي كانت تجربة مهمة على اعتبار على أنها أفادتني في معرفة التفرقة ما بين هل هناك فعلا إرادة سياسية لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة داخل الأقاليم الجنوبية، ثم أيضا سؤال العريض وهو سؤال النخب السياسية. أنتم تدركون بشكل أو بآخر على أن العراقيل التي يعني واجهتنا من خلال ممارستنا للشان الجهوي مرتبطة بعدة سياقات سياسية لا داعي للدخول في تفاصيلها، ولكن أكاد أجزم على أن أهم سياق يرتبط أساسا بالنخب السياسية اليوم التي تمارس الشان الجهوي. وهذه النخب في الحقيقة هي نخب أبانت وتبين عن عجز كبير في فهم السياقات وفي فهم المتغيرات، ولكن دعني أقول لك على أن هذه النخب اليوم التي نتحدث عنها هي نتاج واقع سياسي واجتماعي واقتصادي، وهي واقع أيضا نتاج وأزمة أحزاب سياسية، حتى نكون واضحين وحتى نكون يعني نتحدث بشكل محدد. اليوم تعلمون على أنه ليس فقط في الأقاليم الجنوبية بل يكاد في المغرب، يعني إذا بغينا نتكلم على التجربة السياسية ولا بغينا نتكلم على الانتخابات يجب أن نكون واضحين ويجب أن نكون أيضا صراحة مع الذات. نحن ندرك اللعبة السياسية وندركوا باش نتكلموا بالدارجة نقولوا الطنجرة ديالنا أش فيها بالضبط وماذا تفرز، وندركوا الأحزاب السياسية عندما تقترب الانتخابات على البروفايلات التي تبحث عنها للحصول على المقاعد وللوصول إلى سدة الرئاسة. وبالتالي هذا الخلط الذي يقع ربما يعني يعطينا في النتيجة وفي المحصلة صعود نخب سياسية للأسف الشديد هي ضعيفة، ما عندهاش واحد يعني عمق سياسي وما عندهاش استراتيجية، ولا ترى حيث لا ترى إلا مصلحتها الذاتية. وبالتالي تجد عندما يكون هناك تصور آخر مغاير للتصورات التي تحمل هذه النخب السياسية أكيد على أن الاصطدام سيقع،
وهذا هو ما وقع بالضبط اليوم ارتباطا بقضيتنا الوطنية. قضيتنا الوطنية وقضية الصحراء، هذه القضية مرتبطة بسياقين. السياق الأول هو سياق خارجي، ونحن ندرك تطوراته وتشعباته، علاقتنا مع إسبانيا، علاقتنا مع ألمانيا، علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقتنا مع مجموعة من الدول، وعلاقتنا الأكيد مع الجارة الخصم الجزائر التي لا تريد لهذا الملف أن ينتهي، والذي ربما تنتعش منه وتجد فيه واحد الشماعة تعلق عليها أزمتها الداخلية كلما اشتد عليها الخناق. إذن هذا السياق الخارجي مفهوم متطور غير ثابت، ولكن هناك سياق داخلي. السياق الداخلي أنا كان أعتبر عن أن قضية الصحراء المغربية مرتبطة أساسا بسؤال الديمقراطية في المغرب. لا يمكن فصل قضية الصحراء عن قضية الديمقراطية. عندما نستمر في بناء المؤسسات، وعندما نستمر في ديمقراطية المجتمع، وعندما نستمر في بناء دولة الحق والقانون، الأكيد على أن هذه القضية أيضا هي ستتأثر بهذا التطور الحاصل في كل هذه البنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه لا يمكن فصل هذه القضية عن محيطها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. اليوم عندنا مجموعة من الأوراق يمكن اللعب عليها لتصور مستقبل هذا الحل. أولا عندنا قيادة في جبهة البوليزاريو شاخت، وعندنا قيادة اللي هي اليوماتية كبرات وتعيش في مراحل يعني متأخرة من العمر، وعندنا أجيال انتظرت كثيرا، انتظرت الحلول المقدمة من هنا وهناك، أجيال مشتتة ما بين إسبانيا، ما بين الجزائر، ما بين موريتانيا، ما بين مجموعة من الدول. هذه الأجيال اليوم هي التي يجب أن نخاطب فيها هذا الأمل، ونخاطب في هذه الانتظارية التي عاشتها على مدار هذه السنوات. اليوم يجب أن نسوق نحن كمغاربة، وعندما نتحدث كمغاربة لا أقصد الدولة بمؤسساتها، ولا أقصد المجتمع المدني، أقصد جميع المؤسسات المتدخلة والمهتمة بهذه القضايا، أن نسوق خطابا للإقناع. الإشكال اليوم في قضية الصحراء، ونربطه لك بمشكل النخب، هو على أنه على مدار هذه السنوات بالنسبة لنا كمغاربة مارسنا للأسف الشديد ما يسمى بسياسة الإشباع وليس سياسة الإقناع. طبعا هذه سياسة الإشباع مرتبطة بالريع، مرتبطة بتكبير وتسمين نخبة سياسية داخل هذه المنطقة استحوذت على كل مقدرات هذه المنطقة، وأصبحت تشكل يعني مجالا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا جدا، تحاول الحفاظ على استمرارية هذا المجال، ولكن لن نمارس هذه السياسة اليوم اللي مارسناها على مدار من 75 إلى اليوم لم تعد مجدية مع جيل جديد قلت عنه أنه لا يؤمن بالقبيلة ولا يؤمن بالمحددات الأساسية التي كانت تؤمن بها الأجيال القادمة من آباء وأجداده. اليوم هذا الجيل يجب أن نخاطب فيه واحد السياسة ديال الإقناع، ويجب أن نتحدث معه بنوع من الهدوء، لأنه هذا الجيل يوجد اليوم فوق أرض المملكة المغربية ويعيش ويدرس في جامعات ومدارس المملكة المغربية، ولكنه جيل لا زال لم يبلور هوية حقيقية داخل هذه المناطق. سؤال الانفصال داخل هذه المناطق للأسف الشديد لا زال يرفع أحيانا كثيرة، ولنا في مباراة المغرب والجزائر الأخيرة في كأس العرب وغيرها خير دليل على ذلك. لا يعقل أن يكون هناك مواطنون مغاربة صحراويون داخل الإقليم ويرفعون يعني شعارات جبهة البوليزاريو أو أعلام الدولة الجزائرية داخل أرض مغربية وفوق أرض مغربية، وهم مواطنون مغاربة يحملون الجنسية المغربية ويحملون بطاقة التعريف الوطنية. هناك خلل ما، يجب البحث عن حل لهذا الخلل. هل لم تستطع المدرسة ممارسة دور الإقناع؟ هل لم تستطع الجامعة ممارسة دور الإقناع؟ هل لم تستطع الأسرة أن تغير من المنطلقات والمحددات الأساسية التي كان ينبني عنها تصور هذا النزاع من محددات قبلية وغيرها؟ لم نستطع تغيير كل هذه الديناميات حتى أصبح النجيل يرفع عقيرته بالصراخ داخل هذه المناطق. اليوم أسئلة خطيرة وأسئلة محددة لهذا المستقبل، وخصنا نوعا ونعرف على أنه كل ما قدمنا، كل ما تأخر سؤال الديمقراطية،
كل ما تأخر بناء دولة الحق والقانون، وأنا أزم على هذا البناء. اليوم يجب أن نسائل الدولة، هل هناك إرادة سياسية حقيقية في تطوير المؤسسات؟ هل هناك فعلا إرادة حقيقية اليوم في التوجه إلى بناء دولة أخرى كما أراد عبد الرحيم بوعبيد وكما أرادها رجال الدولة الحقيقيون الذين كانوا قادرون على أن يقولوا لا في وجه مجموعة من الممارسات التي كانت تمارس والتي لا زالت اليوم تمارس، ولكن بشكل مغلف، بشكل مهذب، بشكل جميل. إذا اليوماتية هذه الأسئلة كلها لا يمكن فصلها عن السياق المتعلق بمستقبل الحل السياسي داخل قضيتنا الوطنية. السؤال الحقيقي اللي مطروح واللي مغيب اليوم هو ماذا نريد نحن؟ إذا أردنا هذا الحل ماذا نريد وماذا قدمنا لهذا الحل؟ أعود وأقول على أنه إلى اليوم لم نقدم الشيء الكثير في إطار السياقات الداخلية. نتحدث عن سياق خارجي، سياق خارجي متطور، سياق خارجي متغير، سياق خارجي لا يمكن أن نعول عليه كثيرا، ولكن يجب أن نعول على بناء جبهة داخلية قوية داخل هذه المناطق. هذه الجبهة تحاول أن تعيد بناء وإنتاج نخب سياسية حقيقية، نخب تمتلك الاستقلالية. اليوم اللي كنتكلموا على تجديد النخب داخل الصحراء، راه كاين تجديد النخب، كاين دوران النخب داخل الأحزاب السياسية، ولكن للأسف هذا الدوران مرتبط باقي بسياسة الولاء، مرتبط باقي بمول الشكارة، مرتبط باقي اللي كيصرف على الانتخابات، مرتبط بسياقات أخرى غير السياقات الحقيقية اللي بغينا نبنوا عليها النخب قادرة على إنتاج خطاب مستقل، خطاب اللي هو يدعم موقف الدولة المغربية بشكل غير موسمي وبشكل غير ابتزازي وبشكل لا يتعلق بسياسة أعطيني نعطيك واش كنستافد منك باش نقول لك الصحراء مغربية ولا هي ما مغربية. هذا الخطاب اليوم يجب أن نفصل معنا كما كنقولوا اليوم تي الأمور واضحة. إما أن نكون ندافع هذه القضية عن قناعة وندافع عنها باعتبارها قضيتنا وقضية وطنية استراتيجية بالنسبة للدولة المغربية وبالنسبة كمغاربة، وإما أن نبتعد عن هذه القضية بصفة نهائية ولكن لا نمارس داخلها سياسة الابتزاز. اليوم تيا إلى بغينا نقيم التجربة كاملة بصفة عامة، غادي نقول لك على أنه لا ينكر أي شخص كيفما كان على أن هناك متغيرات داخل الإقليم، إقليم المتنازع عليه أقاليم الجنوبية اليوم كاين تنمية، ولكن هذه التنمية على مستوى بنيات تحتية، على مستوى طرق، على مستوى مباني، على العديد من المستويات، هذه لا يمكنها إلا جاحد. ولكن اللي أنا كنتحدث عنه التنمية هي في تنمية الإنسان نفسه. هل لمسنا الإنسان؟ هل قطعنا مع مجموعة من السياسات الحقيقية التي بنت عليه هذه التنمية؟ وأزم وأسطر على سياسة الريع، على بطاقة الإنعاش، على الولاء مقابل الشراء، هذه كلها لازلنا مستمرين في منهجتها وفي مأسستها بشكل غير طبعا غير منقطع وبشكل مستمر. إذن هذه هي الأسئلة الحقيقية. كون تجربة ديالي أنا فشلت في جهة ولي موادنون، هذه مرتبطة بالسياقات. نقدر نقول لك هذه السياقات هي مرتبطة بسياق واحد، سياق كما كنقولوا بالدارجة المغربية ديالنا، طلع كل كرموس نزل شكون قال لك لا. للأسف الشديد الدولة لا زالت لم تحتمل خطابا مغايرا، خطابا يغرد خارج المنظومة. اليوم إما أنك تكون موالي، إما أنك تكون داخل في المنظومة. عندما تحدث عن المنظومة التي نحاربها وهي منظومة نكون واضحين معها، اليوم نعاني من فساد على مستوى العديد من المستويات، وهذا الفساد هو اللي جعل المغرب اليوم يتبول المراتب المتأخرة في التنمية البشرية وعلى العديد من المستويات. وأنا من اللي كنقول لك أن سؤال الديمقراطية وسؤال الصحراء لا يمكن فصلهما، راه ما كنتكلم لك من العبث، راه كنتكلم لك على أنه اليوم تيا إلا بغينا ننجح التجربة الجهوية بدون نتحدث عن الحكم الذاتي لأنه هذا سياق آخر متطور، يجب أن نعمل على أولا مأسسة هذه التجربة اللي نحن اليوم فيها، مأسستها بقوانينها لأن القوانين فيها عاجزة، مأسستها بإنتاج نخب جديدة
نخب لا تدور دائما في نفس الفلك. يا أخي يجب أن نبحث عن أناس، عن أشخاص، عن نخب سياسية أخرى على الأقل تغرد خارج السرب، على الأقل تستطيع أن تقول لا، على الأقل تستطيع أن تدق ناقوش الخطر للدولة، على الأقل تستطيع أن يعني تسطر مجموعة من الإكراهات ومجموعة من المخاطر. لا يجب جميعا أن نقول نعم. رأى الإجماع أحيانا حتى عندما يكون هذا الإجماع مقدسا بعض الأحيان يتحول إلى إجماع مدنس. الإجماع حول قضية الصحراء هذا مفروغ منه، ولكن يجب أن لا نجمع على الأخطاء داخل القضية. أنا عندما تحدث عن إجماع قضية الصحراء باعتبار أن الصحراء مغربية وانتهى الأمر، هذا لا نقاش فيه ولا يجادل فيه إلا خائن، ولكن أنا أتحدث عن الإجماع حول الأخطاء والممارسات داخل الملف نفسه. هذا ليس إجماعا، هذا خديعة. احنا كنخدعوا وطننا ونخدعوا ملكنا ونخدعوا مؤسساتنا ونخدعوا بلادنا وكنكذبوا عليها وكنسوقوا خطاب لن يستطيع حل المشكل، بل للاسف الشديد يعمق المشكل ويذهب بنا بعيدا ويجعلنا ضحايا لمجموعه من التطورات ولمجموعه من المصالح اللي كتحكم فيها الدول الكبرى. اليوم الخطاب اللي خاصنا نصدره هو على انه يجب ان لا نقدم الهدايا للخصم الجار الذي يتربص بنا. هذه الهدايا في مجال التنمية، في مجال الديمقراطية، في مجال دولة الحقوق والمؤسسات، وفي مجال المصالحة كما تحدث عن الأستاذ، المصالحة مع الذات، المصالحة مع المجتمع، المصالحة مع الحريات وحقوق الإنسان داخل المجتمع. إذن ما خصناش نعطوا لكادو للجزائر. الجزائر خصم، الجزائر عدو، الجزائر تبحث عن شماعة، الجزائر وجدت في قضية الصحراء غايتها الأساسية وقبضت عليها بيديها وبرجلها واليوم تبتز بها. وإخواننا في المخيمات اليوم وصل بهم الوقت بأنهم يعرفوا على أنه لا مصلحة مع الجزائر، ولو كان الجزائر فيها الخير تدير الخير اليوم هي في شعبها. اليوم نحن كنطالبوا من الشعب الجزائري وكنطالبوا من الساسة الجزائريين أنه كيف ما نحن توجهنا إلى التنمية في الأقاليم الجنوبية يجب أن يتوجهوا إلى التنمية في الأقاليم في الصحراء الشرقية ديالهم، ويجب أن إذا أردنا أن نعاند الجزائر وبغات تعاندنا يجب أن تعاندنا في مجال الديمقراطية، في مجال حقوق الإنسان، في مجال التنمية. نفس الشيء بالنسبة لنا إحنا، إذا بغينا نعاندوا الجزائر يجب أن نعادي في هذه المجالات، وليس العناد في الحرب ما فيها خير ولن تحل مشكل ولن يكون فيها لا رابح ولا خاسر، ولكن الرابح والخاسر الحقيقي هم الشعوب. واليوم كنتوجه لإخواننا في المخيمات كنقول لهم على أنه الحل الحقيقي هو في بناء دولة قوية، بناء دولة قوية داخل المغرب. اليوم يجب أن يعودوا إلى بلدهم ويجب أن يمارسوا التنمية داخل بلدهم ويمارسوا الديمقراطية داخل البلد ديالهم، داخل الأقاليم ديالهم. هذا هو الوقت الحقيقي وهذا هو المجال الحقيقي. أما أنهم يظلوا ينتظروا حق تقرير المصير ولا يعني ديك الوعود الكلاسيكية اللي كانت في زمن الحرب الباردة، أقول عليهم سينتظروا كثيرا وأسطر على أنهم سينتظروا، وكما شاخ جيل وكما مات جيل وكما شرد الأجيال سيشردون وسيظلون في الفيافي. هذا ندائي للإخوة في المخيمات، وندائي أيضا جميعا كمغاربة أنه يجب أن نغير العقليات، أن نغير الخطاب وننتظر من وننتقل من سياسة الإشباع إلى سياسة الإقناع. آسف أن أكثرت. شكرا. شكرا أستاذ عبد الرحيم أبو عيدة على مداخلتكم التي تقدمتم بها، كذلك أعطيتوا فيها لمحة عن تجربتكم في التدبير الجهوي لجهة إقليمي مودنون. تحدثتم كذلك عن العراقيل التي واجهتموها في هذا التدبير. تحدثتم كذلك عن إشكالية تجديد النخب وختمتم بنداء لإخواننا في تندوف وكذلك للمناضلين المغاربة لتطوير آليات النقاش الداخلي. دون أن أطيل عليكم أمر التجربة السياسية أخرى، أستاذ محمد سالم عبد الفتاح الذي مر بتجربة سياسية مهمة وهو شاب، لازال شاب، وكذلك في كما تحدث هو عنها كان دفاعه الأول وتجاوبه مع بعض الشعارات. الأستاذ عبد الفتاح هو مر بتجربة سياسية بإعلامي سابق بإذاعة جبهة البوليساريو، كذلك مر بتجربة عسكرية بالمخيمات، وهو اليوم بعد عودته للوطن رئيس للمرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان. أستاذ عبد الفتاح كذلك هو كاتب رأي بمجموعة من المنابر الدولية، وهو قيادي مؤسس في حركة الصحراويين من أجل السلام.
أستاذ عبد الفتاح، انطلاقا من التراكم ديال التجربة ديالكم اللي نقد نوصفها بأنها مخضرمة، أنتم على دراية بما يقع في مخيمات تندوف وعلى دراية كذلك وعلى حوار مع أجيال جديدة هناك، وأنتم كذلك في داخل أقاليم جنوبية كمناضل ديمقراطي يساهم بشكل أو بآخر في حل في الحل السياسي للقضية الوطنية، كيف ترون مستقبل إنضاج شروط الحل السياسي بالصحراء المغربية؟ تفضلوا أستاذ. شكرا جزيلا لتعد فرصة. بداية بدوري لابد أن يعني أعبر عن امتناني وشكري لكم لهذه الاستضافة الكريمة في هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الوازنة والوجوه المحترمة الفاعلة في المجال السياسي والثقافي والأكاديمي. للإجابة على سؤالكم، في اعتقادي هناك مفارقة غريبة جدا يصادف المرء أثناء الاشتغال على موضوع يعني التجربتين سواء شرق الجدار أو غرب، حول يعني موضوع الممارسة السياسية في ضفتي الجدار، وهي على أنه هناك نظامين، نظام يمتح من مشروعية تقليدية وهو يعني مملكة يعني تعتمد مشروعيات تاريخية ولا تخفي ذلك، طبيعتها تفرض ذلك، وربما حتى في تعاطيها مع قضية الصحراء وظفت المشروعية التاريخية من خلال مفهوم البيعة، من خلال مجموعة من المفاهيم. وهناك نظام آخر يوظف شعارات تقدمية وحداثية والثورة وإلى آخره. الغريب هو على أن ممارستيهما تكادان تتناقضان مع طبيعة مشروعيتهما، بمعنى على أنه النظام الذي يفترض أنه ثوري حداثي يصادر الحريات المدنية والسياسية، يمنع تأسيس الأحزاب، يمنع تأسيس الجمعيات، يضيق على حرية التنقل وإلى آخره، يفرض نظام الحزب واحد ونظام بوليساري. بينما في الضفة غرب الجدار على الأقل هناك نوع من التعدية السياسية، نوع من الممارسة السياسية برغم من كل إشكالات التي تعتريها، طبعا في مقدمتها إشكال الريع وإشكال مجموعة إشكالات، بالمناسبة تحدثت عنها حتى الخطابات الملكية، تحدث عنها تقرير البرلمان، اللجنة البرلمانية المكلفة التي اشتغلت على أحداث قديميزيك، تحدث عنها يعني المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي أيضا ومعهد ماكنزي، جميعهم تحدثوا عن إشكالات، ولكن على الأقل هناك تعددية سياسية، وهذه التعددية تحتضن حتى البوليساري، معنى أنه هناك جمعيات انفصالية تشتغل جهارا نهارا في المنطقة، وهناك أيضا مصالحة تاريخية يمكن يعني وصفها بالمصالحة التاريخية، تحدث عنها الأستاذ الأشعري، هيئة الإنصاف والمصالحة وإلى آخره. وبالتالي هناك تناقض غريب جدا في يعني، بمعنى ما أريد أن أخلص عليه أنه الإشكال ليس إشكالا مفاهيميا ولا إشكال مبادئ، الطرفين يوظفان بعض المبادئ، بالمناسبة كلها ترتبط بالشرعية الدولية، كلها تعتبر مبادئ أمم التي تأسست عليها الأمم المتحدة. المغرب يوظف مبدأ السيادة، الجزائر والبوليساريو توظفان مبدأ تقرير المصير، لكن في اعتقادي الإشكال ليس إشكال مفاهيم ولا إشكال مبادئ. الإشكال يمكن تلخيصه في صراع قوتين إقليميتين على النفوذ في المنطقة، هما طبعا المغرب والجزائر، والدليل على ذلك على أنه الصراع لم يكن وليد قضية الصحراء، بدأ ربما مع استقلال البلدين وربما قبل ذلك منذ يعني المفاوضات التي يعني جمعت يعني أو منذ حراك الحركة الوطنية في المغرب وكذلك جبهة التحرير في الجزائر والاتصالات التي جمعت الجانبين ربما قبل حتى يعني استقلال الجزائر، طبعا ترجم في حرب الرمال وترجم في ملفات أخرى، لكنه تكرس بشكل أساسي في قضية الصحراء، بمعنى أن قضية الصحراء هي مجال تصريف الصراع المغربي الجزائري. أعتقد أنه الإشكال أيضا هو يعني مشكل ارتباط مسارات اجتماعية وثقافية وحتى إنسانية
بما هو سياسي. أعتقد أنه هذا جزء كبير من المشكلة، لأنه في اعتقادي لابد من فصل المسارات حتى يمكن الاشتغال عليها بالموازاة مع بعضها البعض. لا يمكن أن نربط قضايا إنسانية عويصة من قبيل مثلا مشكل اللاجئين، من قبيل إشكالات حتى تحدث عنها الدكتور بوعيدة، مشكل الريع ومشكل يعني الممارسة السياسية في الصحراء، نربطها بحل الملف الذي يعني طال أمده والذي تعثر طوال يعني نصف قرن من الزمن. أعتقد على أنه يجب الفصل في هذه المسارات، مشكل وجود لا يمكن قبول اليوم في العشرية الثالثة، مطلع العشرية الثالثة من الألفية الثالثة، وجود عشرات الألوف من اللاجئين بالحل السياسي الذي طال أمده. هناك أسر مشتتة، هناك يعني شتات يعاني منها جزء كبير من الصحراويين، تكاد لا تجد أسرة سوى تجتمع على مائدة إفطار أو تجتمع في عيد من الأعياد الدينية مجتمعة. كل الأسر تقريبا اليوم مشتتة، وأعتقد أنه بداية الحل ينبغي أن تكون من خلال الفصل ما بين المسارات، الفصل ما هو إنساني عن ما هو سياسي، لأنه هذه الخصوصية السياسية التي ارتبط بها هذا الإقليم باتت لعنة، باتت تعرقل التنمية، باتت تعرقل يعني تعرقل الإصلاحات التنموية، تعرقل المشاريع التنموية، تعقد الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى آخره. وبالتالي اليوم في اعتقادي نحن أمام لحظة تاريخية. اليوم نحن نعيش مخاض يتميز بتغير الوضع الجيوسياسي في المنطقة، لأن هناك تحولات كبيرة جدا يمكن أن تساهم في الحل. حالة يمكن تلخيصها في عبارة يعني اختلال ميزان القوة. منذ سيطرة المغرب على معبر القرقرات ودخلت البوليساريو في موجة تصعيد عارمة وأصدرت يعني ربما المئات من البيانات العسكرية، تبعها يعني تغير في الخطاب الرسمي الجزائري. اليوم هناك تصريحات في الإعلام الجزائري والمسؤولين الجزائريين وجهات يعني محسوبة على النظام الجزائري تتحدث على أن قضية الصحراء باتت مرتبطة بالأمن القومي الجزائري. موجة التصعيد أيضا في العلاقات المغربية الجزائرية لم تأتي عبثا، جاءت في إطار هذا يعني في هذا السياق. لأول مرة يعني بيانات أيضا متتالية من الرئاسة الجزائرية، قطع عدم يعني رفض لتجديد اتفاقية الغاز، غلق الأجواء الجزائرية في وجه الطيران المغربي سواء المدني أو العسكري، بيانات تحمل المغرب لمسؤولية ما سمي بالمخططات التخريبية تصفه بالدولة المجاورة إلى جانب إسرائيل وإلى آخره. هذه الموجة لم تأتي عبث، تأتي في إطار سياق تغيرات يعني جيوسياسية تشهدها المنطقة، يمكن تلخيصها في سيطرة المغرب على معبر القرقرات، تمديده لمجموعة من الجدارات الدفاعية أهمها كان في تويزقي، يعني شن الطيران المغربي بحسب العديد من المصادر لعمليات نوعية عن طريق يعني خاصة طيران يعني طائرات المسيرة التي كبدت البوليساريو خسائر عديدة، ويعني خسرت بسببها يعني للأسف حتى يعني لمستوى يعني الأفراد والقيادات بما في ذلك قيادات وازنة من ضمنهم قائد دركها ومجموعة من القيادات الأخرى. وبالتالي هناك تطورات تجري على الأرض، ربما اليوم هناك سيطرة جوية على كامل الإقليم بما في ذلك المناطق العازلة، وبالتالي هذه التطورات الجيوسياسية، هذه حالة اختلال ميزان القوى يمكن أن تمهد للتفاهمات وللتوافقات الجديدة بناء على المعطيات الجديدة على الأرض. الآن لماذا يعني ما الذي يعرقل التفاهم؟ إذا كانت هذه الحالة ينبغي أن تمهد لتوافقات ولتفاهمات جديدة، ما الذي يعرقل الأمر على الأرض؟ هناك يعني جانبين، هناك حالة يعني هناك تأزم الوضع الداخلي الجزائري، يعني منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي الشعبي في الجزائر، حراك المطالب بالتغيير وإلى آخره، هناك مخاض أيضا عسير يخوض النظام الجزائري. أعتقد على أنه لو افترضنا جدلا أنه الوضع الداخلي مستتب لصارعت الجزائر للتفاهم ولي يعني التوافق مع المغرب. الجانب الآخر متعلق بالوضع الداخلي للبوليساريو أيضا،
لأن هناك قيادة شاخت كما أشار الدكتور بوعيدة منذ يعني قيادة تمارس المهام القيادية منذ 50 سنة، هناك وضع داخلي متأزم أيضا، وبالتالي لا الجزائر ولا البوليساريو كليهما كان في حاجة للتصعيد لشماعة التصعيد لشماعة العدو الخارجي لشماعة يعني التصعيد السياسي لأجل تصدير الأزمة الداخلية. في حال يعني تضافرت يعني الشروط والظروف المشجعة لجلوس الأطراف على المفاوضات، وأعتقد على أنه أيضا المقاربة الأممية باتت تنحى إلى هذا الاتجاه، باتت تغير اليوم حديث عن مقاربة توافقية، مقاربة يعني مقاربة عقلانية، مقاربة واقعية، هذا ما أكد عليه القرار مجلس الأمن الأخير 26/02 والذي حظي بالمناسبة بشهادة المغرب وبيعني رفض أو امتعاض رسمي جزائري وحتى من طرف البوليساريو، الذي يعقل الذي ربما سيساهم في الحل ربما ليس الشكل الحل، يعني لا يهم أنا سميته حكما ذاتيا أم إطارا موسعا أم جهوية موسعة أم فيدرالية، لا يهم، المهم على أنه هو في دائرة ما بين الاستقلال وما بين الانضمام التام، وفي هذه الدائرة ينبغي أن تكون هناك سيادة للمغرب وهناك صلاحيات تمنح للإقليم، وهذه تفاصيل تقنية يعني يمكن أن يشتغل عليها الخبراء أو المختصين في أنظمة الحكم المحلي إلى آخره، لا أعتقد أنه لأنها إشكالا. الإشكال في اعتقادي ربما يكمن في مقاربة الحل، وأعتقد على أنه بالفعل ينبغي أن تكون مقاربة توافقية تشاركية، لم يعد مقبولا أن تحتكر البوليساريو تمثيل الصحراويين في المفاوضات، شعار ممثل الشرعي الوحيد بات متجاوزا، لا يمكن أن نقتصر الحل على جهات سياسية ثبت بالدليل القاطع على أن مصلحة المجتمع الصحراوي ليست في سلم أولوياتها، يعني هناك قيادة مثلا متابعة بجرائم باتهامات يعني بتهم جنائية بالقتل وبالاختطاف وبالتصفيات وإلى آخره، ربما لديها اهتمامات أخرى بالتأكيد أن تنجو بنفسها وأن يعني تستمر في هذا التصعيد إلى ما لا نهاية، ولكن أعتقد على أنه اليوم حتى يعني الأمم المتحدة وحتى الأمين العام الأممي يشيد بالعملية السياسية في المغرب، والجميع ويعني المراقبون يتحدثون عن الانتخابات التي شهدتها المغرب وعن تمثيل يعني الحزب وقدرة على التأطير، وهذه نقاط ينبغي أن نشيد بها بالرغم من كل الكراهات التي سبق نشرها إليها الإخوة من ريع ومحسوبية ومن خصوصية سياسية في الإقليم. في هذا يعني السياق لا يمكن أن نقبل أن تمثل البوليساريو الصحراوي، ينبغي إشراك المجتمع المدني الصحراوي لا سيما في ضفتي الجدار في العملية السياسية، المقاربة ينبغي أن تكون تشاركية، ينبغي أن تستحضر اهتمامات الصحراويين، بمناسبة اهتمامات الصحراويين ليست كلها اهتمامات سياسية، مشكل التشغيل، مشكل التوزيع العادل للثروة، مسألة عودة اللاجئين، مسألة مجموعة من القضايا، الخصوصية الثقافية أيضا، إشكالات الهوية، نحن أمام إشكالات خطيرة، هناك مجتمع يندثر، هناك هوية يعني المجتمع كان مجتمعا بدويا أرغم على النزوح إلى المدن، جزء منه وجد نفسه في اللجوء خارج وطنه، هناك إشكالات من ضمنها إشكال الهوية، إشكال الثقافة الحسانية، إشكال التشغيل، إشكال التوزيع العادل للثروة، هذه كلها ينبغي أن تكون ضمن الحل المنشود يعني حتى يعني يساهم في إنهاء النزاع فعلا، لأن النزاع له جذور، جذوره لا تقتصر على ما حدث في 73 أو 75 أو 70، جذوره تمتد إلى جيش التحرير، إلى المقاومة، إلى الطبيعة يعني البدوية للمجتمع، إلى طبيعة المستعمر الفاشستي نظام فرانكو، إلى يعني طبيعة أيضا الحزب الواحد، النظام التوليتاري الستاليني في البوليساريو، إلى سنوات الجمر والرصاص والانتهاكات التي أيضا ارتكبها المغرب في الإقليم، كل هذه تمثل جذورا لهذا
النزاع الذي يتبلور في شكل أيضا ريع وفي شكل مستفيدين في الضيفتين وفي شكل يعني فئات واسعة تعاني الأمرين أيضا. وبالتالي الحل ينبغي أن يشمل كل الفاعلين السياسيين لا سيما الصحراويين منهم، وينبغي أن تشرك الإطارات المدنية الصحراوية من منتخبين من أحزاب من حركات سياسية أيضا ومن يعني حتى مثقفين وباحثين وإلى آخره، ومن ضمنهم طبعا البوليساريو. هذا في سياق المحلي. في السياق الإقليمي أعتقد على أن الجزائر أيضا لديها ربما مصالح ينبغي النظر فيها. في سنة 1971 حدثت مجموعة من لقاءات جمعت زعماء الدول المعنية بالنزاع المجاورة بعد على إثر يعني أحداث 1970 بالعيون، وكان الحديث هناك عن معبر بحري يمكن الجزائر من تصدير الحديد في غار جبيلات في تيندوف، وكان ربما حديث آنذاك عن ميناء في طنطان وشيء من هذا القبيل. يمكن العودة إلى تلك يعني سياقات ونظر فيها، بمعنى يمكن أيضا يعني لا المغرب يحقق انتصارات ميدانية، يحقق حالة من حسم النزاع الميداني، وربما يحقق مكاسب دبلوماسية ودولية، لكن هذا لا ينبغي أن يمنعه من النظر في يعني الاهتمامات أو المطالب أو حتى الحقوق التي قد تعبر عنها أطراف أخرى. كنت أريد الحديث عن سياقات تاريخية تتعلق ببعض مقترحات الحلول التي قدمتها إسبانيا وقدمها واللي يتحدث عنها أيضا والهيدالة في مذكراته، والمجموعة الحلول التي يعني طرحت على البوليساريو كانت مشجعة جدا لكن تم رفضها للأسف شديد. يمكن يعني الفهم من خلالها يعني الأسباب ربما التي تعرقل الحل. ينبغي أن أشير للنقطة الأخيرة إن سمح الوقت، وهي أيضا العمل على تكريس ثقافة المواطن وثقافة المدنية، لأنه الظروف تواطأت والأطراف تواطأت على تغييب الممارسة السياسية الصحية والسليمة يعني من كما تفضل الإخوة من ريع ومن ثقافة فاشستية ومن ثقافة بدوية ومن سنوات جمر ورصاص وإلى آخره، كلها يعني ساهمت في تغييب الثقافة المدنية. الثقافة المدنية ستكرس لممارسة سياسية سليمة وستكرس لإشراك المجتمع المدني ولي يعني إقحام المعنيين الصحراويين في الحل وفي النزاع. شكرا. شكرا أستاذ محمد سالم الفتاح على مداخلتكم والتي قدمتم فيها تشخيصا ومجموعة من الأفكار للتوجه للمستقبل الحل السياسي بالصحراء المغربية. أتوجه الآن للأستاذ جلال العدناني، وأريد أولاً بالمناسبة أن أهنئكم أستاذ على العمل العلمي الكبير الذي قدمتم في هذا كتابكم هذا المعنون بأن الصحراء في عهد الاستعمار رؤية جديدة حول القضايا الترابية، والذي قدمتم من خلاله بشكل منهجي علمي مجموعة من الحقائق حول مغربية الصحراء من خلال عملية طويلة من البحث في أرشيفات وطنية في فرنسا وإسبانيا وبعض البلدان الإفريقية، وقدمتم كذلك جرد للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عرفتها الصحراء. في هذا الإطار أستاذ، تلقاً هذه التحولات التي تحدث عنها في هذا الكتاب، تحولات كذلك الآنية والمستقبلية في الأقاليم الجنوبية، كيف يرى أستاذ جلال العدناني الباحث في التاريخ والأكاديمي مستقبل الحل السياسي في الصحراء المغربية؟ تفضل أستاذ. شكرا سيد الرئيس، شكرا لرئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد على الدعوة، وشكرا للسادة أساتذة مشاركين معنا والناشطين أيضا حقوقيين سياسيين. بما أنني أتواجد في مؤسسة مرحوم عبد الرحيم بوعبيد، فوددت أن أشير إلى مسألة غالباً ما تم توجيهها على شكل انتقاد للمغرب، وكما لو أن المغرب طالب يعني قبل المسيرة الخضراء بوحدة الترابية. عبد الرحيم بوعبيد في رسالة موجهة إلى صديقه غيدو لانوي
مؤرخة 18 أبريل 1987، والتي جاء أجاب فيها رسالة صديقه مؤرخة 14 أبريل، أي بعد أربعة أيام من نفس السنة، يتحدث فيها عن مغربية تندوف وعن قيادته للمفاوضات بخصوص وضع تندوف ومجموعة من المناطق، يعني مع جيمولي أو وزير الخارجية أنطوان بيني. هذا الأمر يدفعني إلى الحديث عن مسألة المطالبة بالوحدة الترابية من مؤتمر مدريد 1880-1906 الجزيرة الخضراء، وهو الموقف الذي دفعت عنه ألمانيا بقوة. بعد ذلك اليوطي بعد 1922، يعني لو ريزيدون المقيم يدافع عن مغربية الصحراء، ثم 1945 في جنيف، يعني سلالة الأمم المتحدة، وبعد ذلك 1955 مع حذف قيادة التخوم الجزائرية المغربية الموريتانية، ثم سنوات السبعينات. مع التأكيد على نقطة مهمة بخصوص الموقف الألماني، وهو أن وثائق سرية أكدت على مطالبة ألمانيا لفرنسا في حالة انتصارها في الحرب العالمية الأولى على استرجاع أو أخذ المغرب، ما سمته بالمغرب لوماروك كومبلي الكامل، أي الذي دافعت عن وحدته من خلال اتفاقية 1904 نوفمبر 1911، أي أن للمغرب حدود مع إفريقيا الغربية الفرنسية. هذا من جانب. وتفاعلا مع ما قاله الأستاذ عبد الرحيم بوعيدة عن الهوية والقناعات والشعارات إلى آخره، في إطار المقاربة تتناول مسألة الحل السياسي من موقع تناظري، يعني ماضي وحاضر الحل السياسي. ما الذي كان يدفع بأمراء أدرار وتلازا وأيضا بوعيدة أو ولد بيروك والصنهوري وقبل الصنهوري ومن كانوا في الاتجاه الآخر في توات إلى دفع الضرائب خاصة بالنسبة للصحراء الشرقية، أو إيفاد النصارى أو البحارة الأجانب في اتجاه ولد بيروك ثم السلطان أو الصويرة إلى آخره؟ هذه الشهادات قدمها ووثقها كوبولاني، يعني من دون ضغط. مسألة أخرى، وهو أن تحدثوا عن الحل السياسي، فيجب أيضا الحديث عن الصراع السياسي أو عن مسألة العنف. فلماذا استمر النزاع من على الأقل الحرب من 75 إلى 1991 ثم اتفاقية القنار، مع أنه طوال قرون عديدة تدخل المغرب في العهد الدولة السعدية في 1591 للدفاع عن ملح تيغازا، المنجم ديال تيغازا، وأيضا للتودني لأن الذهب الأبيض مقابل الذهب الأصفر، ولتأمين المحاور التجارية بعد ذلك في عهد مولاي إسماعيل. فأكدوبة المغرب التوسعي لا يمكن أن نجد لها جذورا، بل ما يمكن أن نجد جذورا، وهو أشكال الحكم الذاتي في هذا التاريخ. يمكن أن أعطي أمثلة، وهو أن مثلا قبائل تكنا التي تقصى تقريبا خاصة في مسألة الاستفتاء الذي تقريبا انتهى أمره منذ 2007 على الأقل، كانت من القبائل الأولى التي ركبت الأمواج واتجهت من طرفايا إلى سلوي العاصمة آنذاك قبل داكار، للحديث على أن هناك أزمة، يعني بطبيعة الحال لأن تركيبة هذا المجال سكنا زرقيين بالخصوص وولاد ليم، وهم اللي كانوا كيأمنوا في اتجاه المحور الآخر تندوف زمور مع رقيبات وآخرين، والمحور الثالث اتجاه تفيلة توات. لماذا أتحدث عن هذه المحاور؟
لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار في مسألة تصور قضية الصحراء، فقضية الصحراء مطروحة بشكل غلط. نتحدث عن الصحراء الغربية وهي في الحقيقة صحاري غربية تم يعني تقسيمها وإضافتها إلى المستعمرة الفرنسية، إلى شفت الحدود المغربية فكلها تتجه نحو الأطلس، وهذا الأمر انتهى إلى مسألة جيوستراتيجية بالنسبة للجزائر وقبل الجزائر يعني المستعمرة الفرنسية. ما أريد التأكيد عليه في هذا الباب وهو أن الحل السياسي بالنسبة لي كمؤرخ يجب أن ينطلق من مصالحة بالنسبة للمؤرخين أنفسهم، مصالحة أيضاً مع وضعية الدراسات الصحراوية التي يجب إعادة النظر فيها وهيكلتها لإقناع الشباب. يجب، أنا لما درست في جامعة ابن زهر أجد بحوثاً لطلبة حول قبائل تكنا وشمال تكنا يتحدثون عن مؤسسة أيد الأربعين التي جعلت منها البوليزاريو كهوية سياسية تؤكد التمايز مع منطقة الشمال، بينما هذه المؤسسة يعني تخترق كل القبائل التكنا أيتوسا إلى آخره وأيتو مغربت أيت الخا إلى آخره في اتجاه الجبل. الرجوع إلى مسألة الهوية عن طريقة تسمية ليمور أو البيضان كما حددها بول مارتي، وبول مارتي لم يحدد هذا المجال الشاسع فقط، بل يجب أن نتذكر على أنه هو صاحب هذه التعارضات والتقابلات والصراعات ما بين عرب أمازيغ في إطار الزوايا وفي إطار حرب شرببا إلى آخره، والتي لا زالت يعني صالحة. هذا الشخص هو من كان من وراء 16 ماي 1930 فتم نفيه من المغرب، يعني ما أدى إلى بداية الحركة الوطنية دائما بالاعتماد على نفس المقاربة. مسألة أخرى وهو أن المنظرين لهذا المجال بحدوده السياسية في إطار لانتانجيبيليتي لم يكونوا يعرفون يضبطون حتى المجال، هذا المجال ما يسمينه في الصحراء الغربية في دراسة صوفي كاراتيني وآخرون، أحداث تدور في سوس ويتحدثون عن الصحراء، يعني ليس هناك ضبط مجالي. حين تحدثت عن هذه المحاور الثلاث، فهذه المحاور الثلاث بدراستها بشكل عمومي وهو ما تفتقده جل الدراسات الصحراوية بما فيها دراسة بيير بونت أو عبد الودود والشيخ من أكبر الدارسين، هي التي ستبين لنا لماذا أيت يوسا من أيت جمل انتقلوا إلى أيت عثمان، ولماذا سكارنا مع ولد ليم انتقلوا إلى الجيبات، ولماذا كان هناك غائب كبير لا يعرفه ربما حتى أبناء الصحراء من هذا الجيل وهم أولاد مولات الذين انقرضوا تحت ضربات الجيش الفرنسي وضربات شارك فيها ووثقها الفخيد لو شاتولي، لان هذاك هو الدرع الشرقي ديال ولاد ليم اللي هما ولاد مولات. اتحدث عن هذه المحاور لاننا سوف لن نجد لا رقيبات ولا طرشان ولا تكنا ولا زراره ولا ولاد في المحور الاخر من اتجاه تفيلات نحو الجبل أو نحو ملوية، سنجدهم على المحور الشمالي الغربي أي في اتجاه الأطلس الصغير والأطلس الكبير وفي اتجاه السهول. حين نأخذ يعني المجموعة من التفاصيل حول القبائل فيمكن أن تقول لماذا انتقلت هذه المجموعات الصحراوية في اتجاه هذا الشمال، وهذه الظاهرة لا نجدها في الجزائر، لا يمكن أن نجد الطوارق أو الشعنب مثلا في الشمال الجزائري بخلاف المغرب. إذن أظن أننا يجب أن نمارس ما يمكن تسميته بالهجر لا ديبريز، معناه أننا تخلوا على مجموعة ديال المواقف على المفاهيم بالخصوص، يعني لا بالنسبة للمؤرخ ولا السوسيولوجي ولا الأنثروبولوجي ولا السياسي
والدبلوماسي أيضا. فلهذا يعني ما قام به يعني التيار الكولونيالي أو ما بعد الكولونيالي أسقطنا في العديد من المتاهات. ولهذا فمثلا الحل السياسي الذي ذهب إليه المغرب مثلا بتقديم الملف ديال 1974-75 محكمة العدل الدولية، ماذا قدم المغرب؟ المغرب قدم تقريبا صوتا واحدا، هو الصوت ديالو، الوجهة القانونية والوجهة الدينية والسياسية عن طريق البيعة إلى آخره. ولكن الصوت الآخر والمهم لم نقدمه لأننا لم نكن نتوفر على وثائق حوله، وهو صوت المستعمر. ثم ما دمنا أننا كمؤرخين أو سياسيين إلى آخره، فنقول المستعمر لا يجب أن نستعمله لأننا ضد المستعمر وضد مقالات ومقولات ومفاهيم المستعمر، ولكن المستعمر صوت المستعمر كان مهما، وهو ما كشفت عنه في هذا الكتاب، وخصوصا في وثائق أخرى تكشف على أن المستعمر لم يختلق نظاما جديدا لا في الصحراء الشرقية ولا في الصحراء الغربية التي أصبحت إسبانيا، وإنما استعاد النظام المخزني بكل تفاصيله واستعمله من جديد، يعني خاصة بالنسبة لإسبانيا التي استعملت مفهوم البيع انطلاقا من تطوان، ويعني واستعمال الأزرقيين كقبيلة مخزن ولها تجربة في هذا الباب. حين أتحدث عن جذور عن هوية هذا المجال، فهذه الهوية هي التي طرحت مشكل لا بالنسبة للبوليساريو في زعاماته التي تقريبا في أغلبها من الغيبات، أو أيضا مشكل للاستفتاء. الاستفتاء هو من يصوت، ومجموعة من الأمور، يعني ما هي وضعية تندوف كما تحدث عن الراحل عبد الرحيم بوعبيد بالنسبة كحمولة نفسية عاطفية إلى آخره بالنسبة للغيبات، بالنسبة لأيتوسا، وبالنسبة لواحد القبيلة غائبة اللي هي تجاكانت وحليفتها الشمالية المسمون بالبرابر، ولكن ليسوا إلا أي تخباش اللي كانوا حلفاء وكانوا يصلون بدورهم مثل الغيبات إلى الجنوب في اتجاه النيجر، يعني تنية النيجر وفي اتجاه يعني هذه المناطق. إذن فكل هذه الأمور أظن يجب أن تطرح من جديد، وأن يتم التحقق من هوية مجموعة من الأمور التي تخص يعني حقيقة المجال، وربما حقيقة الانفصال أو في علاقتها مع المستعمر. 1962 أو قبل 1962 هناك إيكوفيون، هناك استقلال المغرب، وبين 58 حتى 62 فالأرشيف الفرنسي يبين لنا يعني أعلى مستوى رئيس الدولة الفرنسية يعطي الأوامر بتسليح الغيبات وإرسالها لمهاجمة تكنا، وخصوص أيتوسا وأقا وأسا. لماذا؟ لحماية الدولة الجنوبية وهي موريتانيا. بعد ذلك انتهى موضوع موريتانيا، فبدأ المشروع الآخر، وهو تسليح الغيبات لمهاجمة المغرب ولخلق كيان انفصالي سموه تراب الغيبات أو دولة الغيبات. إذن المشكل فين كاين؟ المشكل هو في الصيرورة الاستعمارية وفي رسم الحدود. رسم الحدود خلق اختلالا في المجال واختلال في التركيبة القبلية، وهي التي أعطت إضعاف الغيبات ولاد الدليم جنوبا، وتكنا من خلال يعني تقزيم أيتوسا إلى آخره، وحصر أيت خباش في المنطقة الشمالية،
وهو يعني هذه من بوادر الانفصال التي رعتها الحكومة الفرنسية. ثم هناك الموقف الجزائري الذي يجب أيضا الإشارة إليه. الجزائر يعني انطلاقا من 1958 أي حين استعمرتنا فرنسا من جديد عن طريق لالين دو فيت، لالين دو فيت أحيانا مناطق تتجاوز 100 كيلومتر كم شمال تندوف إلى آخره. لماذا؟ لمراقبة الجيدة للمجال ومنع المغاربة من مؤازرة ثورة التحرير الجزائرية. في نفس السنة نجد على أن أعوان بومدين يوصلون إلى منطقة المحبس لأهميتها للاتصال بالإسبان جنود الإسبان وتبادل المعلومات والأرقام للتواصل لمنع المغاربة من انطلاق في اتجاه الجنوب. مسألة أخرى وهو 61 الاتفاق ديال مع العباس. ثم بعد ذلك أن الجزائر لم تكن تعنيها بالنسبة إليهم مسألة وجود أو استقلال دولة. 65 الجزائر تتفق مع إسبانيا الاستغلال المشترك ديال الفوسفات وديال غراج بيلات وإيجاد ميناء في اتجاه العيون أو مدينة أخرى. يصرحون في نفس السنة على أن لا يمكن ل50,000 بدوي أن يستقلوا وأن يجد لهم دولة في هذا المكان. 69 الجزائر تعلن على أن لها حقوق تاريخية وجيوستراتيجية في الصحراء و يعني ما سيأتي ستعرفونها كلكم. وأظن أتوقف عند هذا عند هذه النقطة. شكرا أستاذ الجلالي العدناني على هذه المداخلة القيمة والتي قدمتم فيها مجموعة من الحقائق وكرونولوجيا مهمة التي تتحدث عن تاريخ قضية الصحراء المغربية والمجموعة من المعطيات قدمتم أستاذ التي يمكن أن نستثمرها لتوجه للمستقبل. أذكر مرة أخرى بهذا العمل وما ذكرتم هو موجود في هذا العمل الأكاديمي الذي نعتبره مرجعا في القضية الوطنية والمعنون حول الصحراء في عهد الاستعمار رؤية جديدة حول القضايا الترابية. إذن بعد جميع المداخلات يمكن أن ألخصها في فقرة صغيرة هو أنه اليوم حان الوقت لطرح المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي للنقاش وذلك من أجل إغنائها وإغناء شروط تطبيقها وفق كما ذكر تقاطع جميع المداخلات وفق مقاربة تشاركية تعطي الحق للجميع ساكنة الصحراء وجميع الصحراويين المشاركة في تطوير أفكارها تملك هذه المبادرة والمساهمة والدفع بها من أجل نقلها من الخطاب إلى العمل ومن تحويلها من مبادئ وأهداف كبرى إلى ممارسة كما أكدتم عليها كذلك ممارسة ديمقراطية وعملية. وفي هذا الإطار أريد أن أذكر بأن مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد وبعد طرح المبادرة المغربية من أجل التفاوض لمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية قدمت عملا بحثي وميداني مهم في إطار لكيبلو معنون أوتونومي اي ريجيوناليزاسيون من الذي إنجاز الأستاذة أمينة المسعودية والأستاذ علي بوعبيد. هذا العمل شخصيا أرى بأنه اليوم له راهينية وعندكم نسخ الأساتذة له راهينية اليوم لإغناء النقاش. هذا العمل هو يعطي مجموعة من الشروط الضرورية لإنجاح تطبيق سليم للحكم الذاتي. قام كذلك
بإعطاء مجموعة من التجارب المقارنة لأنظمة الحكم الذاتي في بعض البلدان التي المجاورة سواء ثقافيا أو جغرافيا، ويفتح أسئلة مستقبلية حول ضرورة تغيير بعض القوانين، تغيير الدستور وإشراك جميع النخب. الآن أعطي لكل متدخل 5 دقائق في التفاعل مع هذه المداخلات التي قدمتموها. أبدأ بالأستاذ محمد الأشعري رئيس المؤسسة، وأبدأ معه بمن تهيت من هذا العمل البحثي أنه أفاق فتح نقاشات بشكل عام أو بشكل دقيق حول مبادرة الحكم الذاتي. تفضل أستاذ. شكرا. في الواقع أولا أريد باسم مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد نشكر السادة الأفاضل اللي شاركوا معنا اليوم، ونبغين نقول علاش فكرنا في مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد في فتح نقاش حول مستقبل الحل السياسي، لأنه في الواقع كل الوطنيين في المغرب كيفما كانت الحيتيات ديالهم والمشارد ديالهم كلهم تعيشوا اليوم حالة قلق إزاء من جهة جمود السيرورة السياسية لهذا الحل، ومن جهة ثانية تصاعد النزاعات وخصوصا مع الجارة الجزائر، وهذا القلق تجعلنا نتسألوا واش حنا محكومين نبقاو دائما في إطار هذه القضية سجناء ديال الحلول المستحيلة. الاستفتاء مستحيل، الوحدة الوطنية بدون نزاع مستحيل، الانفصال مستحيل، تكوين دولة مستقلة على التراب المغربي مستحيل. وإذن هل سنبقى سجناء لهذه الحلول المستحيلة؟ في الواقع المغرب انتبه إلى ضرورة الخروج من منطق نحن هنا وانتهى الأمر. الخروج من هذا المنطق كان في إطار بالمبادرة اللي اتخذها باقتراح أنه هناك حل ممكن، ما كانش فقط الأفق المستحيل، هناك حل ممكن. الحل ممكن يقع بحال اللي أشار لذلك الأستاذ عبد الفتاح بين منطق الاستقلال الكامل ومنطق السيادة الكاملة، وهذا الحل هو الحكم الذاتي. طيب الآن واش يبقى أيضا هذا الحل الوحيد اللي هو ممكن ومعقول ووصفته كل الأصوات الدولية بأنه جدي وعنده مصداقية، حتى هذا يولي مستحيل أيضا، يولي معلق على واحد الأفق مسدود. من هنا قلنا في المؤسسة بأنه من الضروري نفتحوا هذا النقاش، لأن إذا كان مشروع الحكم الذاتي هو مشروع سياسي وضعته الدولة المغربية، هو أيضا مشروع أممي، لأنه هناك مسلسل في إطار التفاعل مع هذا المقترح. ولكن سؤال كبير، هل يتملكه الصحراويون؟ هل هناك من يحمل هذا المشروع من غير كونه مشروع ديال الدولة أو مشروع ديال الأمم المتحدة؟ هل هناك من يحمله داخل المغرب؟ السؤال اللي تطرح سواء في الشق المتعلق بالديمقراطية أو المتعلق بتكوين النخب في الأقاليم الجنوبية تطرح علينا مسألة كيف نحضر لتطبيق هذا الحل السياسي، كيف نحضر له؟ هل
الفاعلين ساكنة الصحراء سواء كانوا في الأقاليم الجنوبية المسترجعة أو كانوا في تندوف، هذه الساكنة معنية بهذا التطبيق لأن هي التي تكون الرقم الأساسي فيه. من هذه تنبثق القوى السياسية التي تحمل هذا المشروع على أكتافها، من هذه ينبثقوا المسؤولين الجدد الذي يكونوا تسيروا هذه المناطق ضمن السيادة المغربية. هل هم اليوم يحضرون أنفسهم لذلك؟ هل هناك خارج أو في علاقة مع الأحزاب السياسية، هل هناك تيارات فكرية وثقافية وسياسية تشتغل على مشروع الحكم الذاتي وتنتصر له وتعقد بشأنه مشاورات وحوارات داخل المناطق الصحراوية وخارج المناطق الصحراوية؟ لأن تطبيق الحل السياسي يعنى به طبعا سكان الصحراء، ولكن يعنى به أيضا المغاربة، لأن كلهم مش فقط سكان الصحراء، لأنه سيؤسس لنموذج للتدبير المجالي والسياسي في المغرب، سيؤسس لأفق جديد في الممارسة الديمقراطية، سيؤسس لنموذج جديد في العلاقة بين الدولة المركزية والمجموعات الجهوية. ولذلك فهذا الأمر يلزمه حوار كبير وحوار واسع، ومن الآن ليس مطلوبا فقط التحضير السياسي، فكما قلتم وأشرتم إلى ذلك فإن كثير من القضايا التقنية مرتبطة بتطبيق هذا الحل يجب أن تخضع لنقاش طويل، سواء فيما يخص تغيير الدستور أو فيما يخص الاستشارات الشعبية حول هذا الموضوع أو فيما يخص تصور للتنظيم أو الهيكلي والمؤسسي لهذا المشروع. كل هذا يجب أن يخضع لنقاش طويل، ولن نحل كل القضايا المرتبطة به في ظرف وجيز، سنحتاج إلى وقت لإنجاز هذا التصور المدقق لبلورات هذا التطبيق الذي نطمح إليه، لبلورته بشكل دقيق قانونيا وسياسيا ومؤسسيا. ولكن من الضروري أن يبدأ من الآن تملك هذا المشروع من قبل الناس في الأرض، لأن غياب هذا التملك وغياب الانتصار له وغياب تنظيم تيار واسع حوله سيجعل من تطبيقه مستحيلا آخر في هذا الوضع. وكلمة أخيرة فقط، عندما نتحدث عن النخب أنا دائما وأتفق مع ذلك أسمع كلام كثير عن الممارسات السيئة التي ترسبت في الأقاليم الجنوبية من جراء العلاقة بين الدولة والمجتمع، قضية الريع، قضية الولاء، قضية الابتزاز، كل هذا. ولكن من الضروري أن نطرح اليوم كذلك سؤال ليس فقط على ممارسات الدولة، وهي أنا متفق على كل الذين يعتبرونها ممارسات خاطئة، ولكن أن نطرح كذلك سؤال عن مسؤولية المجتمع في الصحراء. من يبتز؟ من يبيع الولاء؟ من يرضى بالريع عوض الوطنية والمواطنة؟ هذه أشياء كذلك يجب أن نكون فيها صرحاء وأن نقيم حولها حوارا حقيقيا، ليس حوارا منافقا، أن نعتبر أن إخواننا في الصحراء المسترجعة هم دائما أنبياء، سواء كانوا مبتزين أو أصحاب ريع أو وطنيين مخلصين فقط. لا، يجب أن يكون هناك حوار سياسي واضح مع الجميع، وأشكركم مرة أخرى. شكرا أستاذ محمد الأشعري على التعقيب. أنطلق مباشرة أعطي الكلمة للأستاذ عبد الرحيم بوعيدة للتفاعل التعقيب كذلك للمداخلة. تفضل أستاذ. شكرا. إذن عودون على بدء
أقول على أنه كما قال الأستاذ الأشعري اليوم نحن محتاجين إلى فتح نقاش حقيقي، نقاش عمومي حول هذه القضية. هذه القضية طالما احتكرت من طرف أطراف، وأظن على أنه من يملك ملف ومن يملك قضية يستطيع أن يدافع عنها. واليوم يجب أن نملك هذه القضية لأصحاب هذا الحق. أصحاب هذا الحق هما أولاً نحن معنيين به كاملين كمغاربة، ولكن معنيين أيضاً به كساكنة للأقاليم الجنوبية. إذن أطراف هذه القضية هذه يجب أن يشعروا على أنهم يملكون هذا الملف وعلى أنهم جزء منه، لا فقط نستدعيهم عند الحاجة. اليوم هذه السياسات كلها اللي جربناها، هذا الوصف اللي تحدث عليه الأستاذ الأشعري كانت صالحة في مرحلة ما، هذه نتيجة سلوك وتراكم، ما يمكنش نكره. هذه استخدمات الدولة في مرحلة تاريخية معينة تقدر تكون كانت صالحة، اليوم غير صالحة. اليوم نحن في إطار ثورة معلوماتية كبيرة جعلت العالم قرية صغيرة. اليوم كان عندك شباب، عندك شابات اليوم ينظرون إلى الوطن بعين أخرى غير العين اللي كان ينظر بها أباؤهم وأجدادهم. إذن يجب أن تخاطب هذا التطور الحاصل اللي حاصل في هذه المنظومة الفكرية كاملة. اليوم أيضا يجب أن نتوجه كما قلت بسؤال الإقناع إلى الآخر في المخيمات. ملي كتعطيني مجال اقتصادي مستقر كنحمي هذا المجال هذا ديالي وأتملكه، لأكيد على أنه الآخر يرى. راه كل شيء اليوم العالم كل شيء باين، كل شيء واضح. إحنا هنا تيا اليوم تيا كنطرحوا سؤال، العائدين اللي جاوا من المخيمات أين هم اليوم؟ موقعهم في الخريطة السياسية والساهموا حتى الأطر العليا اللي جات من جبهة البوليزاريو أين مركونين على الرف؟ هل استفدنا من الخبرات ديالهم؟ جينا عطيناهم مناصب، عطيناهم كذا، ولكن بدون ضجيج، بدون انتهى الأمر، ما فعلناهمش وما فعلناش الخبرات ديالهم. اليوم تي هذه المقاربات كلها يجب أن تتغير، هذه التصورات كلها يجب أن تتغير. اليوم واش باغيين نخبة جديدة؟ واش باغيين نبنوا نخبة جديدة في الصحراء؟ نخبة مستقلة، نخبة تحمل خطاب معين، بلا ما نخافوا. لأنه الإشكال الحقيقي اليوم أي واحد حامل خطاب مغاير، حامل خطاب فيه انتقاد، حامل خطاب فيه مصداقية، التيمة ديال الانفصال. أنا الذي أتحدث معك اليوم من تجربة شخصية، رأى خطابي في 2013 لم يعد ليس هو خطابي في 2022. هناك تطور في المفاهيم. عندما كنا ننتقد وعندما كنا نقول وعندما كنا نشير إلى مكامن الخلل اتهمنا بالانفصال، وحملنا هذه العباءة حتى ونحن داخل رئاسة الجهة، وظلنا لا لمدة سنة وسنتين ندافع فقط عن البراءة على ان اخويا احنا راه ماشي في انفصال، احنا راه مغاربه وطنيين. راه كنقول لهم انا كاع الوطن ديال المغرب كله اختزلته في مدينه واحده، راه هي مراكش. من 86 عايش فيها، كاين اكثر من هذا، 30 سنه وانا عايش في هذه المنطقه هذه، هل افكر بمنطقه اخرى؟ هذا منطق يمكن تتعامل بعيا انت به كدوله؟ اذا انت ملي كدير لي انا بحال هكا، اش بغيت الاخر يشوف؟ اليوم تي ما نخافوش من الانتقاد، راه من العيب والعار ان نظل نرفع كاملين كون كلشي نقولوا ايه كلشي مزيان. العام ما مزيانش، كاين خلل اليوم. اليومانيت وهذه اللحظه اللي كنعيشوا حنا اليوم تي كاين انتكاسه ديمقراطيه، كاين رده ديمقراطيه، كاين رده حقوقيه خصنا نواجهوا بها روسنا. راه هادشي لا يخدم حتى القضيه، راه العالم كيشوفك كيف طورتي آلياتك، كيفاش كتطور المواطنين ديالك، اش درتي في الاقاليم الجنوبيه. اليوم سؤال الثروه كما كتساعد في التحرم مطروح، راه كاين ناس كيقول لك اخويا احنا استفدنا. لانه علاش؟ لانه يقارن ويرى. هو راه الشاب عنده 30 سنه يحلم بالزواج، يحلم باستقرار، ما عندوش حتى شي حاجه حامل لي شواهد عليا كيقول لك اش درتي لي انا. مطروح هذا السؤال هذا، وعنده ورقة يتاجر بها ويستطيع أن يبتز بها. أن تعطيه عطيتي هذه الورقة ووظفتيها، وكاين ناس من يعني بدون أن أذكر أسماء لا سمح الله لعبوا بهذه القضية وتاجروا بها واغتنوا بها هنا وهناك. واستمرارية هذا الملف كان يخدم هذه الناس هذو ولا زال يخدم. اليوم يجب أن نخدم الوطن لا أن نخدم هذه الناس هذو. والوطن إلا بغينا نخدمه يجب أن يتقبل النقد، ويجب أن يتقبل الأصوات المعارضة، وأن يحتضنها في إطار
إجماع وطني. راه قلتها لكم، الإجماع الذي تحدث عنه عبد الرحيم بوعبيد عندما قال لا للاستفتاء في وقت لم يستطع أحد أن يقول فيه لا، راه هذا هو اليوم اللي خاصنا نبقى نقوله. إذا كان هناك خلل يجب أن نقول لا. أنا راه تكلمت عليها، كنقول لك ولدي راه ماشي إشكال في الإجماع على القضية الوطنية، هذا بالنسبة لي أنا خط أحمر، ولكن الإشكال في الإجماع على الاستمرار في مراكمة السياسات التي أنتجت هذا الجيل الذي يرفع الآن عقيرته داخل الجامعات بالصراخ ولا نواجه بشيء. فكيف سنواجه ونسوق للجيل الآخر اللي هو في المخيمات، الجيل الثاني والثالث والرابع الذي لا يعرف المغرب ولم يراه ويصور له بأنه دولة محتلة ودولة مغتصبة؟ كيفاش بغيتي تقنع وانت لم تستطع أن تقنع من يعيش معك فوق التراب؟ هذه أسئلة اليوم خطيرة، أسئلة منهجية، أسئلة حقيقية توجه النقاش كله. كما باغي نفتح نقاشات مجموعة من الحوايج اليوم، نقاش قضية الصحراء يجب أن يفتح للعموم وتشارك فيه جميع مسؤولية الأحزاب السياسية. للأسف مسؤولية كبيرة، أنا قاعد مني نتكلم عن الأحزاب السياسية، هو للأسف هذه الأحزاب كلها أصبحت على تيمة واحدة على دين واحد، ولكن مسؤولية الأحزاب السياسية مسؤولية كبيرة داخل الأقاليم الجنوبية، لا تتواجد إلا في شكل انتخابي، وإن وجدت تختار نفس العينات نفس البروفايلات، مول الشكارة مول هادي مول هادي مول هادي، وتبتعد عن من ينتج الخطاب. أنا اليوم كنخافوا من الخطاب، كنقلبوا له. إلى متى أنا بغيت نسولكم واحد، إلى متى سوف ندبر المغرب ولا ندبر السياسة العمومية بمنطق الشكارة؟ راه ما يمكنش، يجب أن ندبر منطق العقل، منطق العلم، منطق الأخلاق، مجموعة من الأمور غير هذا المنطق اليوماتية الذي نحن زوجنا فيه اليوم، ونقولها صراحة زوجنا فيه بين المال والسلطة، وسيتوجه بنا إلى الهوية. ومن كنقول يتوجه بنا الهوية، راه ضمنها قضية الصحراء، ضمنها قضية الصحراء اللي هي قضية مشروعة وقضية شرعية، ولكن تدبيرها للأسف الشديد إلى الآن لا زال فيه علامة استفهام. أتمنى أن يلتقط الفاعلون والمهتمون هذه الإشارات اللي اليوم نحن كنقولوها في هذه المؤسسة العتيدة لمناضل عتيد أنا شخصيا أحترمه وكن له كل الاحترام. بغيت نقول لكم واحد المستملح قبل من نختم. سيد عبد الرحيم بوعبيد الله يرحمه، أنا تربيت في بيت لا داعي لذكر الحزب الذي ينتمي إليه، ولكن كنت منذ الصغر مشبعا بحزبي الذي ينتمي له المناضل عبد الرحيم بوعبيد، وبخطاباته وبالجرائد وبكل ما يكتبه. وكان والدي رحمه الله بالرغم من أنه من المؤسسين ديال هذا الحزب الذي لا أريد ذكر اسمه، إلا أنه كان معجب بهذه الاستقلالية في الفكر، وكان كيقول لي أنت مشيت إلى أخوالك الاعتبار على أن أخوالي كلهم كانوا اتحاديين يوم كان الاتحاد اتحادا. تحياتي لكم والسلام عليكم. شكرا أستاذ عبد الرحيم بوعيدة، وعطفا على هذا المستملح أنا راه كان عندي كنت كنركز باش ما نقولكش عبد الرحيم بوعبيد، لان عبد الرحيم بوعيد وبوعبيد هناك تشابه قريب الاسماء. شكرا. لا شكرا استاذ بوعيد. توجه مباشره الاستاذ محمد سامي عبد الفتاح للتفاعل مع المداخلات، اريد كذلك في التفاعل في هذا السياق ديال التفاعل، انت بفضل بحكم هذه التجربه ديالك اللي فيها جوج ديال عيشت هذه ضفتي الجدار، هذا المصطلح الدبلوماسي اللي يستعملوا له مجاز، هذا الحكم، هذه التجربه استاذ، التوجه للمستقبل اليوم. انا نعطيك مثال، انا اليوم كشاب هنا في المغرب اريد فتح نقاش حول هذا، بغض النظر عن المؤسسات الدوله الرسميه، ولكن اريد فتح واحد النقاش حول هذا الحل السياسي. هل ممكن هذه النية حسنة ديالي فتح النقاش أن تجد صدى لجيل مثل جيلي اللي كما قال الأستاذ عبد الرحيم بعيدة اللي متولد في المغرب ما عارف شيء على المغرب، ولكن هو ابن صحراوي، كيف هل كاينه طرق بحكم تجربتك اللي يمكن تفيدنا بها باش نفتحوا هذا النقاش حول هذا الحل؟ وشكرا أستاذ. شكرا جزيلا. لا هو فعلا هو النقاش مفتوح بين الضفتين حاليا، ربما منذ سنتين فتح يعني موضوع حساس وثار الكثير من نقاش ومن جدل، موضوع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف بوليساريو ما يطلق عليه بضحايا الرشيد، وكان سبب فتح هذا النقاش هو شهادات التي سجلها الضحايا،
كانت شهادات مروعة جدا. كلنا نعلم أنه هناك ضحايا وأنه هناك انتهاكات، لكن تلك التفاصيل التي يحكيها ضحايا الرشيد يعني أحدثت ترجع حقيقة، وأحدثت يعني جدل ونقاش كبير جدا، لأنه الجميع صدم بما في ذلك سكان المخيمات الذين كانت ترتكب تلك الانتهاكات بجوارهم. كانوا يعلمون أنه هناك سجون سرية لكن لم يكونوا يطلعون على هذه الفضاعات، وفتح على إثرها نقاش حقيقي. لاحقا أيضا سجل عديد من شخصيات سياسية من المؤسسين البوليساريو سجلوا شهادات، هذا طبعا عبر وسائط يعني تطبيقات الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان نقاش يحضره فعاليات مهتمة بالنشطاء البوليساريو والنشطاء السابقين في أعضاء وأطر البوليساريو السابقين بما في ذلك بعض القيادات، ونقاش مفتوح منذ تلك اللحظة لا يزال مفتوحا، ويشارك فيه نشطاء سياسيون وأطر سابقة في البوليساريو ويعني مختلف فعاليات الصحراوية عبر وسائل التواصل، ونجم عنه تأسيس إطار سياسي بالمناسبة انشق عن الجبهة. لكن في اعتقادي لا يكفي فقط نقاش، هناك مسؤولية، لأنه هذا النقاش كان عفوي، كان يعني مبادرات شعبية ومستقلة. الأمر لا يقتصر على المبادرات الشعبية، لأنه الجهات الرسمية تقع عليها المسؤولية الأكبر في اعتقادي. لماذا؟ لأنه هناك تداعيات لممارسات غيبت مفهوم المواطنة وغيبت يعني المؤسساتية، رهان كان رهان كبير على التأطير القبلي في كلا الأطراف حتى نكون صريحين، كان واعتقد أنه هذا المعطى يعني أعجبني يعني إشارتكم له في التأطير الذي قدمه الأستاذ الأشعري، المعطى القبيلة ودورها في العملية السياسية وفي الممارسة السياسية، أعتقد أنه يكتنف جوانب خطيرة جدا، لأنها في بعض الأحيان تتناقض تماماً مع مفهوم المواطن ومع مفهوم المؤسساتية، خاصة في هكذا مجتمع، في مجتمع بدوي له امتداداته الأهلية ليس فقط في بقية أقاليم المغرب ولكن أيضاً في بلدان الجوار. وإن كان طبيعة التقليدية والتاريخية للنظام في المغرب تسمح يعني تتماهى مع معطى القبيلة، لأنه طبعاً نظام يعتمد كما سلفت البيعة التاريخية وإلى آخره، لكن في البوليساريو العكس من ذلك، البوليساريو بحسب يعني خطابها تسعى إلى إقامة دولة في إقليم محدد هو الصحراء الغربية بحدودها الموروثة عن المستعمر. المعطى القبلي يتجاوز هذا، يعني يتجاوز المعطى الجغرافي، بل ويمتد، وفصل الدكتور كثيرا في هذا الجانب، يمتد حتى في بلدان الجوار. وبالتالي أنت ما قامت به البوليساريو من تأطير بناء على المعطى القبلي، وجدناها الآن مخيمات وأطر وقيادات من الصحراء ومن بقية أقاليم المغرب ومن موريتانيا ومن تندوف ومن أزوان، ما يجمعهم هو الرابطة القبلية وليست الرابطة الوطنية. هذا أمر يهدد الأمن والاستقرار في كل بلدان المنطقة، يعني مشروع يمتد ربما يهدد الجزائر في حال يعني استتبت له الأمور فرضا. وبالتالي اليوم ما يقع على عاتق الفاعلين اليوم سواء دولتين أو غير دولتين هو تكريس ثقافة المواطنة، لأن ما عشنا في هذه النقاشات أيضا هو ترصبات للعقلية المنغلقة للفكر العرقي للتأطير على أساس عرقي، لكيف مثلا تأتي بمناضل من موريتانيا وتنصبه منصبا قياديا بناء على محاصصة قبلية، في نفس الوقت تستهدف الصحراوي المنتمي للإقليم لأنه ينتمي لفصيل قبلي آخر، تستهدفه بممارسات عنصرية إقصائية واستئصالية. وشاهدنا يعني كيف على أنه بيانات رسمية صادرة من البوليساريو في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تدعي تفكيك شبكات تجسس بتسميات قبلية، شبكة تكنا وشبكة موريتانيا وبالتالي الاستهداف بناء ليس فقط على المعطى الإقليمي ولكن حتى المعطى القبلي. هذه الممارسات الآن تتسرب إلى اليوم في ذهنية وفي عقلية جزء كبير من المجتمع الصحراوي المتأثر بهذا الخطاب، وبالتالي اليوم باتت تشكل خطر وجودي على هذا المجتمع. لا قدر الله لو ترك هذا المجتمع
لنفسه لا قدر الله لا اقتتل فيما بينه بسبب تبعات هذا الماضي، خاصة وأنه إلى اليوم لم يعني تتم تسوية تلك الانتهاكات ولم تتم مناقشة ذلك الماضي المؤسف، ما عدا مبادرات خجولة من البوليساريو اليوم حديث عن استعدادها لتعويض الضحايا، ولا ندري كيف الجلاد يعني يصفح، هو من سيصفح عن الضحية الذي كان يتهم البارح بأنه خائن وبأنه مندس وبأنه الجلاد يكرم يتبوأ المناصب القيادية وهو من يمنح الصفح، والضحية يخون إلى اليوم ويستهدف على أسس مناطقية وعلى أسس عرقية خطيرة، وبالتالي ثقافة المواطنة أيضا الثقافة المدنية ربما تكون جزء مهم من الحل المنشود. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد سالم. أتوجه أستاذ جلالي عدنان، تفضل أستاذ. بضوء أيضا لهذا ركزت على مسألة طبيعة المجال، لأن أيضا البنية القبلية وتقريبا ما نختلف عليه يعني في إطار وما يختلف عليه الصحراويون سواء في الداخل أو في المخيمات هو في الحقيقة ما كان يجمعنا بالأمس، يعني مجالات ممتدة، قبائل ممتدة، أن الأمور كانت تسير يعني بشكل جيد. هذا أيضا ما يمكن أن نسميه بالمحاور وحرب الشاحنات، مسألة القلقلات بين الطرق تقريبا التي تتماهى مع المحاور القديمة، حتى الجزائر يعني تقوم ببناء الطريق على المحور. أريد الإشارة إلى ربما مسألة مهمة وهي السياسة الجزائرية بخصوص القبيلة. الجزائر اتجهت نحو القضاء على القبيلة وعلى تفكيك القبيلة، وهذا ما دفعها بالنسبة لمخيمات تندوف إلى حصرهم في هذه المنطقة من أجل نقطة خلاف مع الوالي مصطفى السيد الذي كانت له خطة ربما عسكرية أخرى وهي الحفاظ على الناس داخل الصحراء. إشكال أدى ربما إلى تنحيته قبل وفاته وتعويضه بمحفوظ العروسي مؤقتا، يعني آنذاك في 1973 مباشرة بعد معركة أمقالة. ما أريد الإشارة إليه كذلك وهو أن في إطار مسألة الهوية نتحدث عن الهوية العربية، عن شليحات مولانا، شلوحة، المغاربة إلى آخره، وفي نفس الوقت نقول نحن الدولة المغربية، ما إحنا موريتانيين كيقولون. إذن الدولة الموريتانية يجب عليك أن تلتزم بهويتها وهي الهوية اللمتونية الصنهاجية، جزول السوفة إلى آخره، لم تكن هناك هوية عربية. بالنسبة لمسألة أخرى وهو أن الدولة المغربية بنت حكمها في الشمال في مراكش، والمنطقة الجنوبية بقيت يعني على حالها. المغرب أيضا كدولة يبنى من الجنوب، الدولة العلوية بنيت انطلاقا من توات بعد ذهاب مولاي محمد إلى توات، لأن هناك موارد مالية. عسكريا بنيت من الجنوب، فكل قبائل الجيش جاءت من الجنوب، حتى قبائل الوداية التي تظهر في الخرائط الأوروبية لم يتبقى منها شيء تقريبا في الصحراء، فكلها في الشمال بالإضافة للشرارة إلى آخره. الجزائر أنا أظن أنه على الأقل ما قدمته لنا القوى الاستعمارية إسبانيا أو فرنسا حول التعاون الاقتصادي، غاراج بيلات فوسفات بكرة مع الفرنسيين أو مع الإسبان، هذا الأمر يعني له الأثر في اتفاقية 1972 حول الحدود والاستغلال المشترك. فعلى الأقل يجب التفكير في هذا الأمر والعودة إلى مجال الصحراوي بمحاوره بهويته المجالية، وكيف التفكير كيف يتمهى هذا الأمر مع مشروع الجهوية. ولأن في نموذج جهة وادنون قلمي وادنون يعني أموديل
كيفاش كيت مع الشمال مع 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 الجنوب، ولنا في الجهه الاخرى ديال جهه الرشيديه وبالخصوص الجهه ديال فين كاين اي تخباش، الجهه ديال التهريب او ديال السياحه اللي كانت تاريخيا وطوال هذا كتفاعل فيها التجاره ما بين رساميل ديال قبيله بن محمد العربيه وتحت حمايه اي تخباش الامازيغيه، وهذا فيه يعني دروس وعبرة جبنص للمستقبل. وشكرا. شكرا أستاذ جلال العدناني. قبل أن أعطي الكلمة لأستاذ محمد أشعري لختام هذا اللقاء، أود أن أشكر المؤسسة على هذا لتنظيمها لهذا النقاش، وأشكر كذلك جميع المتدخلين على هذه الأفكار التي تم الحديث عنها من أجل المستقبل الحل السياسي. أعطي الكلمة للأستاذ محمد الأشعري الختام. شكرا. شكرا مرة أخرى، أشكركم على تفضلكم بالمشاركة في هذا اللقاء الذي أتمنى أن تتبعه لقاءات أخرى، لأن النقاش الذي قمنا به اليوم يظهر إلى حد بعيد حاجتنا المشتركة لمثل هذه النقاشات هنا وفي الأقاليم الجنوبية بطبيعة الحال. أريد أن أشير في ختام هذه الندوة إلى أن واجبنا جميعا هو أن نربح، أن نسعى إلى ربح معركة الرأي العام العالمي في الدفاع عن قضيتنا الوطنية وعن ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي واقعي مقنع في هذه المنطقة. وربح هذا الرهان، رهان مساندة الرأي العام ضروري اليوم ولا يمكن أن نتجاهله. نحن نلاحظ غيابا كبيرا للأصوات المدافعة عن القضية الوطنية، سواء في المحافل الجامعية أو في المحافل الثقافية أو في المحافل السياسية. وقد جرى قبل بضعة أسابيع نقاش واسع في جامعة أميانس بفرنسا، والغريب أن كل الذين ساهموا في هذا اللقاء الجامعي كلهم كانوا مع أطروحة الجزائر وضد أطروحة المغرب. والغريب أو الأغرب من ذلك أن المؤسسة الجامعية التي نظمت هذا اللقاء سئلت عن غياب المغرب أكاديميا وسياسيا، فقالت إنها وجهت دعوة لوزارة الخارجية المغربية ووجهت دعوة لجامعات مغربية ولم تتلقى حتى أجوبة لا بالرفض ولا بالقبول في هذا المجال. أظن أننا جميعا مدعوون لخوض هذه المعركة باستمرار، وأن لا نعتبر أن الحق المغربي قد حسم بطريقة نهائية، بل أن نعتبر معركتنا دائمة ويجب أن نقوم فيها بكل ما يجب القيام به. وعلى الإخوة من ساكنة الصحراء أن يكونوا في طليعة هؤلاء المشاركين في هذه المعركة الإعلامية والسياسية تجاه الرأي العام الدولي. أشكركم مرة أخرى وأشكر المتابعين على متابعتهم، وإلى لقاء آخر في أقرب وقت. شكرا لكم.